ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ ب 3 جنيه فقط هنعمل احلى ناجتس بدون بقى لحوم خالص، ولا فراخ ولا لحمه، وهيطلع بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، كفر متماسك ولون ذهبي جميل ومقرمش جدا وطعمه تحفه، احلى بقى من الفراخ واللحمه، اولادك هيعشقوه. يلا بينا بقى نشوف الطريقه الجميله ديت عملناها ازاي. هنستخدم بقى بطاطسيه واحده، طبعا هتجيبيها وتقشريها وتسلقيها بقى وتعمليها بطاطس مهروسه، وطبعا هتضيفي بقى التوابل. انا ضايفه هنا اللون الاصفر ده الكركم، وهتضيفي الملح والفلفل الاسود وبس كده. وسبتها بقى لحد ما بردت معايا خالص، وحطيتها كده في الثلاجه 5 دقايق بس تتشم عشان نعرف كده نشكلها معايا. وهتبداي تاخدي بقى معلقه كبيره بالشكل اللي انت شايفاه ده، وطبعا شكليها بقى على شكل النجتس. كده خلصت الكميه معايا كلها، شايفين بقى ما شاء الله شكلها جميل جدا ازاي، عامله كده زي الناجتس الفراخ بالظبط. هسيبها بقى في الفريزر ساعه. هجيب بقى معايا طبق وفي كده ميه ساقعه جدا ومكعبات من التلج بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهجيب بقى طبق وفيه دقيق وطبق كمان فيه مقرمشات او خلطه كنتاكي او البقسماط، يعني عندك اي حاجه متوفره من الثلاثه تمام. هتبتدي بقى تجيبي قطعه كده من ناجتس البطاطس بتاعنا الجميل ده، وهتحطيها في الدقيق، وبعد كده هتحطيها في الميه الساقعه جدا اللي فيها التلج، وهتنزلي بقى بالمقرمشات او البقسماط، يعني المتوفر عندك اشتغلي بيه. انا بصراحه الخطوه دي كنت مصوراها بس للاسف اتمسحت معايا، فهتعملي طبعا الخطوه دي في كل كده القطع بتاعه ناجتس البطاطس. كده خلصت الكميه معايا كلها، هحطها بقى في الفريزر لمده كده ساعه على الاقل. وبعد ساعة هتجيبي بقى الزيت، وطبعا يكون نار متوسطة ما تبقاش عالية خالص معاكي، وهتبتدي بقى تحطي الناجتس بتاعنا الجميل ده، شايفين بقى متماسك جدا معايا ازاي. طبعا خطوة هنا الفريزر عشان خاطر يبقى متماسك معاكي وما يفكش كده معاكي وانت بتقليه. واهم حاجة هنا بقى ما تقلبيش فيه خالص، اول كده ما يتحمر معاكي ويديك اللون الذهبي الحلو هتشيليه بقى على طول. وده الشكل النهائي بقى للناجتس بتاعنا اللذيذ، شايفين بقى جميل جدا ازاي، لون ذهبي جميل، كفر متماسك، مقرمش جدا، وطعمه بقى تحفه، عامل زي كده ناجتس الفراخ واحلى كمان. جربيه وهتدعيلي عليه، واولادك هيعشقوا وهيقولوا لك يا ماما بقى احنا عايزين ناكله كل يوم. ان شاء الله بقى تجربي الطريقه ديت وهتدعيلي عليها. واتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي او لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تنوريني وتدوسي اللايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد باذن الله.